ينضم إلينا من مدينة نانتير الفرنسية موفد الشرق أحمد حرز الله. أحمد أهلا بك مجددا، ما هي التفاصيل لديك بعد أن يعني تمت إقامة جنازة؟ نعم ساري، نعم ساري، الجنازة الآن أو ما تشييع جثمان المقتول الشاب المقتول بدأت الآن. السيارات وصلت إلى المقبرة، مقبرة نونتير، وسط تعزيزات أمنية كبيرة. هناك رقابة كبيرة أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي، هناك سيارات مختصة في قطع الأنترنت كي تقوم بها الشرطة وقوى الجيش لتمنع ربما أي بث مباشر من داخل المقبرة. هذا طبعا جاء بعد مطالب من أسرة الفقيد وأيضا محاميه بأن لا يقومون بالتصوير الإعلامي لهذه الجنازة التي أحدثت، أو هذه العملية التي أحدثت ربما فوضى كبيرة في كل فرنسا، شمالا جنوبا شرقا وغربا. أعمال العنف وأعمال التخريب لازالت متواصلة، هناك غلق كبير لكل المحلات التجارية خوفا من نهب الشباب الذي يقوم بهذه العمليات، عمليات التخريب. نحكي الآن هنا عن أكثر من 45 ألف عنصر أمن وجيش في كل المناطق، خصوصا الضواحي ومدينة مارسيليا جنوب فرنسا، أيضا شمال شرق فرنسا في ستراسبورغ، حيث المواصلة توقفت بشكل شبه كامل. هذا إلى جانب عديد من الإجراءات الكبيرة جدا التي تقوم بها السلطات الفرنسية في هذه الأثناء، تحذيرا ربما لإعلان حالة الطوارئ إذا استمر الوضع هكذا، مناوشات وتخريب وأعمال عنف. نعم يعني أحمد، أيضا على ما يبدو أن الرئاسة الفرنسية غير متفائلة بالمشهد الآن في فرنسا، وربما تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا إلى أجل يعني أو إلى موعد يسمى لاحقا هي دليل على ذلك، واستنفار الحكومة الفرنسية. يعني كيف لم أسمع منك صوت لم أسمع منك كثيرا، ولكن سمعت ماكرون وألمانيا. طبعا الرئيس ماكرون ألغى الزيارة، زيارته إلى ألمانيا، وهذا لما يدلل على خطورة الوضع. فعليا تشعر الحكومة والرئاسة الفرنسية بقلق كبير إزاء ما يحدث الآن في نونتير حيث الشرق الآن، وفي عديد من مدن الضواحي التي تستعد ربما ليلا، في كل ليل يقوم الشباب الغاضب أيضا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتهميش، يستغلونها لإثارة الشغب لتكسير المحلات والبنوك. هناك أيضا سرقة لمحلات سلاح في جنوب فرنسا في مارسيليا تحديدا، ويخشى أمنيون أن يستغل أو تستعمل هذه الأسلحة المسروقة في عمليات قتل أو عمليات سطو مسلحة أخرى في عديد من المناطق. نعم شكرا لك أحمد حرز الله موفد الشرق من نانتير الفرنسية، حدثتنا جزيل الشكر لك.